فإن قيمة الأمن والسلم وقيمة الحرية مع قيم العدل هي قيم لا بد أن تضاف إلى قيم الصدق والرحمة والعدل التي تحدث عنها الشيخ قبلي. هناك قيم لا بد أن نلفت أنظار الإنسانية إليها اليوم وأن نتعاون عليها حتى نصل إليها، وحينها يمكن لنا أن نقف في وجه هذا المد من الإلحاد ومن تفريغ الحياة من القيم والأخلاق بتعزيز نزعة فردانية تنتزع الفرد من أسرته ومجتمعه ومن التعاون على البر والتقوى ومن الالتفات إلى الدين ومن أن يقيم حياته على أسس من الإيمان الصحيح والعمل الصالح والخلق القويم. لا بد أن نقف في وجه متعاونين في وجه مثل هذه الحركات في مثل وجه هذه الأزمات والقضايا. أما الشهوات والأهواء أو الترفيه ووسائل التسلية فإنها مرتبطة ارتباطا وثيقا في يدعى إليها الإنسان أيا كان هذا الإنسان، أيا كانت ثقافته ومعتقده وعرقه وموطنه. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، ويقول: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولهذا علينا أن نتذكر أن أسس الحياة أن هذا الدين جاء ليصلح ما تفسده السياسة وما يفسده رجال البنوك والمال والاقتصاد والتسلية واللهو واللعب والمجون وكل ما يتعارض مع القيم والأخلاق الإنسانية النبيلة الرفيعة. جاء لكي يذكرنا بوصية موسى عليه السلام لأخيه هارون حينما قال له وقال موسى لأخيه هارون: خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا، بارك الله فيك دكتور.